ورد حميد، حكاية أرملة أوقعت الجميع في شراك دموعها الكاذبة. لم تصمد رواية هذه المرأة طويلا حول هدم منزل عشوائي وغير قانوني ادعت ملكيته في هذا المكان بمدينة تعز. فحبل الكذب قصيرا كما يقولون، وهذا المنزل الذي تم إزالته بمرسوم قضائي بني في ليلة وضحاها خارج القانون. والله بعد كل ما بيدي. استأثرت المواطنة ورد حميد باهتمام واسع بعد ظهورها في مقطع الفيديو هذا، وقد كسبت تعاطفا شعبيا ورسميا على أوسع نطاق خلال ساعات وأيام، أمر سارعت معه قيادة المحافظة لتكليف محكمة الاستئناف بالتحقيق في الأمر. وأنا جو دقي، أنا بعد كل ما بيدي وعمرت البيت هذه، وأنا جو دقي، أنا لي 27 سنة مشترين. أخيرا قال القضاء في تعز كلمته وأثبت احتيال ورد التي لاقت تعاطفا رسميا وشعبيا غير مسبوق بعد ادعائها منزلا تم هدمه بموجب أحكام قضائية في منطقة البعرارة. تبين أن قرار الإزالة بني على إجراءات سليمة ومتفقة مع أحكام الشرع والقانون، وأن الإزالة تمت على المنزل محل القرار. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تبين أن المرأة ورد سعيد محمد قحطان لا علاقة لها بالمنزل الذي تم إزالته، لا من قريب ولا من بعيد. فالذي قام ببنائه هو علي سيف علي مفرح، أحد أطراف النزاع المعروض أمام المحكمة، وأنه هو من قام بتأجيره للمستأجر عبد الحميد سعيد عبد السلام الشرعبي، وهو من استلم الإيجار، وأنه هو من قام ببنائه ليلا. حقائق لم تكشف وحاسب كيف وقع الجميع بسهولة عرضة للتضليل والخداع، لكنها كشفت أيضا حقيقة المئات ممن في قلوبهم مرض وكراهية تجاه تعز في مواجهة ميليشيا الحوثي، وانخرطوا مع الميليشيا في التحريض على المحافظة وأبنائها. فقد وجد أولئك في هذا الفيديو غايتهم للقدح والردح بالأجهزة المحلية وإدارة أمن تعز ومحورها العسكري، لكنهم ابتلعوا ألسنتهم يوم أماط القضاء اللثام عن الكذبة التي ظللت الجميع.